تواصل انطلاقات رابع أيام هذا المهرجان السنوي الذي يقام على أرضية ميدان البشاير في نسخته السابعة في هذا الموسم، ثالث أشواط هذا الصباح في تحديات سن الثنايا والحول. هنا شوط مخصص للثنايا الإبكار، جائزة هذا الشوط جائزة نقدية ثمينة وجوائز أيضا نقدية حتى المركز العاشر. مباشرة نذهب إلى البداية وإلى الصدارة لنتابع هذه الكوكبة المميزة التي تشارك أيضا من مختلف محافظات وولايات السلطنة ومن دول مجلس التعاون، ومباشرة مع الشاهينية من تفتتح الإذاعة وتقود لنا مسار هذا الشوط. يقدم الشاهينية محمد بن مبارك بن عبد الله السعيدي مع البداية والصدارة، بينما جمرة مع المستوى الثاني يقدمها أحمد بن محمد بن حارف الدرعي. نقل إلى ثالث المراكز لنشاهد ونتابع اللي قادم حرب سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي، يقدم انطلاقة حرب رابع التحديات الجليلة سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي من يقدم لنا هذه الانطلاقة، بينما مستوى خامس التحديات يحمل انطلاقة العزرة عمر بن خليفة بن علي الحكماني من يقدم لنا انطلاقة العزرة، وسادس المراكز الشاهينية حمد بن شطيط بن سعيد اللي يحافي سابع المراكز. هناك القدوم والتحدي من اللي قادم الواضحة سعود بن حمد بن ناصر الشبلي من يقدم لنا انطلاقة الواضحة، ثامنا هناك أرباح واللي تتواجد بشعار حمد بن غانم بن علي الظاهري من يقدم لنا انطلاقة أرباح، تاسع المراكز وبر أحمد بن سعود الصغير الدرعي من يقدم انطلاقة وبر، وفي عاشر المراكز الضبي علي بن سالم بن علي الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذا هو نداؤنا الأول من خلال هذا المسار، مسار الثنايا في تحديات الثمانية كيلومترات. لنا عودة إلى الصدارة وإلى القيادة بعدما أتممنا على مسامعكم نداؤنا الأول للعشرة المراكز المتقدمة. من هنا تحول مباشرة إلى الشاهينية التي لا تزال تقود مجاميع الثنايا المشاركة في هذا الشوط، يقدمها محمد بن مبارك بن عبد الله السعيدي من يتقدم الأسماء المشاركة مع البداية والصدارة، بينما ثاني المراكز التواجد والاندفاع من جمرة أحمد بن محمد بن حارب الدرعي من يقدم لنا انطلاقة جمرة، وفي ثالث المراكز هناك حرب سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي يقدم انطلاقة حرب، رابعا القدوم من الجليلة سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي من يقدم انطلاقة الجليلة، والمركز الخامس في هذه اللحظات هنا القدوم والتحدي من اللي قادمه العزرة عمر بن خليفة بن علي الحكماني، سادس التحديات تصل هنا أرباح حمد بن غانم بن علي الظاهري من يقدم لنا انطلاقة أرباح، وفي المستوى الثامن في هذه اللحظات القدوم والتحدي من الشاهينية حمد بن شطيط بن سعيد اليحافي، وفي مركزنا التاسع تقدمت هناك اللي تقدمت بشعار علي بن سالم الوهيبي من يقدم لنا هذه الانطلاقة، أيضا عاشر المراكز الواضحة يقدم الواضحة سعود بن حمد بن ناصر الشبلي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذا أيضا النداء الثاني في خلال رحلة وتحديات وانطلاقة هذا الشوط، ولا زالت المسيرة مستمرة ورحلة البحث عن الإنجاز التاريخي من أرضية هذا الميدان مستمرة. وهنا التغيير اللي طرى وجرى مع مقدمة هذا الشوط اللي تقدمت الأسماء المشاركة جمرة وانتقلت إلى الصدارة وإلى مقدمة هذا الشوط، يقدم لنا انطلاقة جمرة
اللي تقدمت الأسماء وانطلقت مباشرة إلى صدارة هذا الشوط. أحمد بن محمد بن حارب الدرعي من يقدم هذا الاسم ويقدم هذه الانطلاقة. هناك مع مالك قمرة المنطلقة القادمة أيضا الضيف القادم من دولة الإمارات للمشاركة في تحديات هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يأتينا في نسخته السابعة في هذا الموسم. بينما ثاني المراكز نشاهد ونتابع المستوى الثاني، وهناك الشاهينية في أيضا وصافة هذا الشوط. يقدم لنا انطلاقة الشاهينية، هو يقدم اندفاعات الشاهينية محمد بن مبارك السعيدي، ولكن اسم جديد بدأ يبدل ما بين المواقع من موقع إلى موقع متقدم. تقدمت أرباح في هذه اللحظات ليتقدم معها في هذه اللحظة حمد بن غانم بن علي الظاهري من يراقبها ومن يتابعها ومن أيضا يقوم بعنايتها العناية التامة هنا على أرضية هذا الميدان. بينما اللي واصل في هذه اللحظات الجليلة يقدم انطلاقة الجليلة سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي مع المستوى اللي هي حربة سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي، واللي قادم أيضا هناك مع شعار الوهيبي علي بن سالم الوهيبي من يقدم انطلاقة الظبي مع سادس المراكز. ثامن المراكز شعار أيضا مالك وبرة، هناك بن الصغير الدرعي من يقدم انطلاقة واندفاعة وبرة. أحمد بن سعود بن الصغير الدرعي يقدم وبرة، واللي قادم الشاهينية تتقدم مع أيضا اليحافي اللي يتقدم ليقدم شعار مالك الشاهينية حمد بن شطيط بن سعيد اليحافي، والقدوم أيضا الممتاز من العزرة عمر بن خليفة بن علي الحكماني أيضا قدوم من الواضحة. تتقدم مع سعود بن حمد بن ناصر الشبلي شعار أيضا حمد بن شطيط الوهيبي بدأ ينضم إلى مجموعة الثنايا المتقدمة. يقدم انطلاقة الراعبية، هو التحدي أيضا من شعار بطيب الناصر المالكي بدأ يقدم لنا شعاره، وبدأ يقدم لنا انطلاقة منصورة بطيب الناصر بن حمود المالكي في الظهور الأول للراعبية ولمنصورة. لكن لنا عودة إلى صدارة هذا الشوط، لنا عودة إلى المقدمة، نقترب من آخر 3 كيلومترات. أيضا قلصنا أول 5 كيلومترات ونقترب الدخول في 3 كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط، عمر تحديات 8 كيلومترات. شوف الثلاثية الجميلة مع مقدمة الشوط، كوكبة ثلاثية مميزة تتقدمها الشاهينية، يتقدم محمد بن مبارك بن عبد الله السعيدي. هذا الشعار القادم من ميدان طويشاوي بولاية المصنعة للمشاركة على أرضية هذا الميدان، ولكن تحرك شعار الاقتصادي، تحرك أيضا الشعار القادم من العاصمة أبو ظبي للمشاركة في هذا المهرجان، للتواجد في هذا المهرجان. شعار تميز بأول الأشواط الصباحية وأهدى السلامات إلى العاصمة أبو ظبي. يتواجد مالك أرباح في هذا الشوط ويغير المسار لصالحه. حمد بن غانم بن علي الظاهري بدأ ينطلق مع الصدارة ومع القيادة. بينما ثاني المراكز هناك جمرة مع المستوى الثاني تتواجد مع أحمد بن محمد بن حارب الدرعي. ثالثا تراجعت الشاهينية محمد بن مبارك بن عبد الله السعيدي. رابعا وصلت الجليلة، يقدمها سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي من يقدم انطلاقة الجليلة. هذه الكوكبة الرباعية ناخذ خامس المراكز لنشاهد ونتابع اللي قادمة واللي مندفعة في هذه اللحظات. حرب سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي يقدم انطلاقة حربة. زاد
سادسا ايضا هناك الاسماء واصله. ناخذ اخر لقطه لهذه الاسماء القادمه. هذه اللي واصل طوع سعيد بن عبد الله بن حمود العويسي والضبي علي بن سالم الوهيبي وايضا وبره سعيد بن حميد بن محمد اليحافي ومنصور بطيب الناصر بن سالم الوهيبي. لكن العودة العودة إلى الصدارة العودة إلى مقدمة هذا الشوط العودة إلى الصراع العودة إلى النزاع على أرضية هذا الميدان وهذه الكوكبة الثلاثية التي تتبادل في المواقع التي أيضا تتبادل. كل ما دعنا اسم يتدخل اسم من هذه الأسماء الثلاثة ولكن أرباح لا زالت في صدارة هذا الشوط. أرباح لا زالت في المقدمة لا زالت مركزة هنا مع هذا الشوط ومجرياته ومركز معها مالكها حمد بن غانم الظاهري من يقدم هذه الانطلاقة وهذه الاندفاع بينما ثاني المراكز تحركت جمرة من ميمنة هذا الميدان. بدأت تنطلق جمرة ليقدم لنا انطلاق قتي كمر أحمد بن محمد بن حارب الدرعي من يقود هذا الاسم والشاهينية مع ثالث المراكز. يقدم الشاهينية محمد بن مبارك بن عبد الله السعيدي من يقود انطلاقة الشاهينية. رابع المراكز القليلة سيب بن فاضل المزروعي من يقدم القليلة. خامس المراكز أيضا حرب سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي. لكن العودة إلى الصدارة العودة إلى مقدمة هذا الشوط. بدأت الأمتار تتقلص في هذه اللحظات. وصلنا إلى بوابة العبور بوابة الانتصارات بوابة الألف والمئتين متر الأخيرة النهائية المتبقية من عمر هذا المسار مسار الثمانية كيلومترات هو مسار الإثارة التي نشاهدها على أرضية هذا الميدان. تحركت القليلة تحركت القليلة يقدم لنا انطلاقة القليلة سيف بن مبارك بن فاضل المزروع روعي من بدا يطير من بدا يطير مبكرا مع الامتار الاخيره هو بدا يقلع على ارضيه هذا الميدان. يقدم الجليل سيف بن فاضل المزروعي جمره مع المستوى الثاني جمره مع المستوى الثاني ايضا تتقدم بشعار احمد بن محمد بن حارب الدرعي. تحركت ارباح بن حمود ايضا بدا يغزي صفوف مقدمه هذا الشوط. والأسماء قادمة لكن الجليلة وأرباح الجليلة وأرباح معركة الأمتار الأخيرة. يعود بن حمود من جديد وينطلق مع الأمتار الأخيرة ينطلق مع الأمتار الأخيرة باحثا عن النقطة الصباحية الثانية مهديا أبناء دولة الإمارات ناموس ثاني من أرضية هذا الميدان من أرضية ميدان البشاير. هو السلام مات على الهواء مباشرة ننقلها إلى العاصمة أبوظبي ولشعار الاقتصاد. تهانينا لحمد بن غانم بن علي الظاهري بمناسبة هذا الفوز والانتصار وسلام للعاصمة أبوظبي. سلام تحية واحترام للمرة الثانية في صباح هذا اليوم. أسعد الله صباحك يا من تتابع هذا الشعار. هنا خط النهاية ولحظة الوصول معلنا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت في جمرة أحمد بن محمد بن حارب الدرعي وثالث المراكز. هناك حرب سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي رابع المراكز كان من نصيب اللي هي طوع سعيد بن عبد الله بن حمود العويسي. والمركز الخامس من نصيب الشاهينية حمد بن شطيط اليحافي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام شاهدنا معكم هذا الشوط شوطنا الثالث وسلامات الشوط الثالث. تغادر من جديد إلى العاصمة أبوظبي عن طريق الشعار الاقتصادي شعار حمد بن غانم بن علي الظاهري من قدم أرباح في هذا الشوط كما قدم ملوح في أول الأشواط الرئيسية. ننتظر هنا التوقيت الزمني ساعة وصول أرباح معلنة الفوز
والانتصار على أرضية هذا الميدان. 14 دقيقة 7 ثواني 10 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لحمد بن غانم بن علي الظاهر المركز الثاني، وصلت في قمرة وقدم لنا قمرة أحمد بن محمد بن حارب الدرعي، توقيتها الزمن 14 دقيقة 9 ثواني 6 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لمالك قمرة من حلت على ثاني مراكز هذا الشوط ومركز الوصافة، بينما ثالث المراكز كان من نصيب اللي هي حرب سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي، توقيتها الزمن 14 دقيقة 14 ثانية 48 جزء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.